كلام على كارلوس كيروش طبعا. هل احنا شايفين انه الفتره هي فتره قليله، عدد الماتشات قليل، الوقت قليل، لكن هل شايفين انه المنتخب المصري ابتدى يبان له الشخصيه، ابتدى يبان له الهويه مع كارلوس كيروش؟ اكيد ابتدى يبان له الهويه، وابتدى يبان اللعيبه اللي مقتنع بيها كارلوس كيروش، واعتقد ان هيبقى في قوام ثابت للمنتخب. راجل مثير للجدل جدا في حته الاختيارات، في الاختيارات والقناعات بتاعته، ويمكن اكدها الماتش الجابون شويه لما كان محمد شريف، كان اختيار ما بينه وما بين مروان حمدي، وفضل انه مروان يكمل في المباراه وخرج محمد شريف. هو واضح ان هو لما بيقتنع بلعيب خلاص هو اللعيب اللي هيبقى موجود معاه. انا ما عنديش مانع انه يقتنع ويبقى مسؤول وحر في اختياره يعني، ويبقى مسؤول عن قراره، بس في بعض الاوقات الفاتوره احنا اللي بندفعها كجمهور. يعني في معلومه مثلا جات لي في ماتش انجولا من جوه اوضه اللبس، انه الراجل كان مصمم، مش هقول اسماء طبعا كل نجومنا انا بحترمهم جدا، بس كان مصمم على يعني راس حربه بعيد كل البعد عن، يعني مفيش حد في مصر ممكن تقول له مين يلعب الماتش ده راس حربه يقول لك الاسم ده، فاهم قصدي ايه؟ وهو كان قناعته كلها ان هو ده ففي حاجات لازم يبقى فيها شويه هات خد ولا نسيبه خالص ونسلم نمر لغايه لما نشوف هنوصل كاس العالم ولا لا. هو الفكره ان انت جايب لما تعاقدت مع كارلوس كيروش كان مدرب معروف ان شخصيته قويه، فهو فرضها من الاول، استبعاد قفشه ومحمد شريف من البدايه كده، هو كان عايز يفرض شخصيته وفرضها، وبعد كده في المعسكر الثاني بدا يستبعد زيزو وطارق حامد، فبيستبعد اسماء كانت موجوده لفترات طويله جدا مع المنتخب المصري، فواضح ان هو مدرب شخصيته قويه، ما بيحبش حد يتدخل في قراراته، وده كان واضح كمان في مناقشاته كده في الكواليس اللي عرفناه، انه ما بيحبش حد يناقشه في القرارات اللي بياخدها. في ماتش الجابون كان قدامه فرصه يجرب، اعتقد البطوله العربيه القادمه هي اللي هتبين هل كيروش هيدي فرص فعلا للاسماء اللي هو مش مقتنع بيها عشان تثبت نفسها، ولا هيبقى مدرب دايما بيحرج اللعيب اللي هو مش مقتنع يحطه في مباراه صعبه في وقت صعب، عشان في مركز غير مركزه، في مركز غير مركزه، جناح شمال مثلا، شفنا قفشه بيلعب الشوط الثاني كله في خطه 4-4-2 جناح شمال هو مش مركزه يعني. طيب نشوف دكتور وليد ارقام منتخب مصر مع كارلوس كيروش كده، يمكن ارقام برضو تدينا مؤشرات. طبعا هو احنا لعبنا معاه 4 مباريات رسميه، احرزنا قدام ليبيا في مباراه مصر هدف، كسبنا 1-0، كسبنا ليبيا في ليبيا 3-0، وقدام انجولا تعادلنا 2-2، وقدام الجابون فزنا طبعا 2-1 في المباراه الاخيره. يعني استقبلت شباكه في ال4 مباريات 3 اهداف، منهم هدفين قدام انجولا وهدف قدام الجابون. طبعا كان عندنا شباك نظيفه في مواجهتي ليبيا فقط رايح جاي في مصر وبنغازي. الاستحواذ نقدر نقول ان عنده استحواذ متباين، قدام ليبيا في مصر كان 65%، بعدين بدا التراجع شويه قدام ليبيا في ليبيا، وقدام انجولا في انجولا 50 و53%، ثم امام الجابون في مصر، ودي طبعا كانت علامه الاستفهام ان احنا كان استحواذنا اقل من استحواذ منتخب الجابون على ارضنا في برج العرب. التمريرات الصحيحه نقدر نقول ان الى حد ما النسب يعني كبيره مش قليله، يمكن بس قدام الجابون النسبه كانت قليله، 302 تمريره صحيحه من اجمالي 401 تمريره، وده يديك برضو انطباع ان احنا كنا سيئين قدام الجابون خصوصا في اول 60 دقيقه، يمكن من الدقيقه 60 لما عدل طريقه اللعب، على الرغم ان دي اسهل مباراه لينا يعني بالزبط. ماتش على ارضنا وضمرت المجموعه صحيح. انت مطمن لها، ما عندكش اي ضغوط من اي نوع، فكان مفترض ان دي افضل مردود يقدمه كيروش مع منتخب مصر كان في ماتش الجابون. تمام. المحاولات الصحيحه 7 من 14 في ليبيا كانت 50% الاجمالي او نسبه المحاولات الصحيحه، كانت برضو 50% قدام ليبيا في بنغازي، زادت شويه قدام انجولا وان كانت المحاولات قليله، لكن التركيز كان اعلى شويه قدام انجولا، في انجولا احرزنا 2 من 3 محاولات، ثم بقى برضو كانت الكارثه قدام الجابون في مصر، 3 محاولات صحيحه من اجمالي 13 محاوله على المرمى. الاهداف المتوقعه كانت على الرغم من ان محاولاتنا كانت اقل قدام الجابون لكنها كانت محاولات خطيره 2 و33 من 100، وطبعا قدام ليبيا في ليبيا كان الاداء كان افضل اداء لي معانا، كان لينا اهداف متوقعه 2.7 من 10. العرضيات كان واضح قدام ليبيا في مصر ان احنا بنعتمد عليها بشكل كبير، لكن قلت في باقي ال3 مباريات. طيب. تقدر تقول ان هي ارقام يعني بالنظره متوسطة العامه يعني. ارقام متوسطه، لكن افضل ارقام كانت في المباراه اللي احنا كنا محتاجين نكسب فيه، اللي كان فيها التركيز الاعلى منه، اللي حاول يوظف كل لاعب في مكانه صحيح بشكل صحيح، وبالتالي قدمنا افضل اداء قدام ليبيا في مصر، والافضل بقى على الاطلاق كان قدام ليبيا في بنغازي. طيب.